لإلقاء مزيد من الضوء بشأن الاتهامات لميليشيا حزب الله بالتورط في انفجار مرفأ بيروت، ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. سيد عبد الرحمن، في البداية، تحقيق لصحيفة ديرشبيغل الألمانية ومؤسسة مكافحة الجريمة يكشف تورط حزب الله بانفجار بيروت، ويقول إن مالك سفينة نترات الأمونيوم كان على صلة ببنك تابع لحزب الله. كيف تقيم هذا الاتهام، وهل ترى حزب الله متورطا بالفعل في هذا الأمر؟ يعني هذه هي ليست هي المرة الأولى التي تكشف فيها دير شبيغل معلومات مشابهة، يعني حتى بعد اغتيال الرئيس الحريري قبل 15 عاما كشفت دير شبيغل معلومات مرتبطة بالتحقيق، واشتهرت هذه الوسيلة الإعلامية بأنها يعني تهتم في موضوع التقارير الاستقصائية حول لبنان. طبعا هذا الكلام الذي يأتي اليوم هو أصلا يأتي ربما بعد أقل من 24 ساعة على معلومات عن كميات من نترات الأمونيوم غير هذه الشحنة دخلت إلى لبنان بين عامي 2012 و2013 لصالح حزب الله. من الواضح أن هناك دوائر عالمية تسرب معلومات لهذه الصحف ولهذه وسائل الإعلام بغرض فتح مزيد من الملفات في وجه حزب الله، تحديدا ملف هذا الانفجار الذي من الواضح يعني نحن كلبنان عندما نتابع اجراءات التحقيق وبعض التسريبات التي تخرج من التحقيق، نعم، واضح ان هناك كان شيء غير مفهوم، هناك دوافع غير مفهومه وراء المخالفات القانونيه التي ارتكبت في موضوع هذه الشحنه. هناك عشرات المخالفات القانونيه التي حصلت من قبل مدراء مدعومين من مختلف الاحزاب السياسيه، وكان هناك هدف ما يراد لهذه الشحنه فعلا ان تبقى في بيروت. سواء صدقت معلومات دير شبيغل ام لم تصدق، لكن لا نستطيع ان نقول ان هذه الشحنه التي كانت في بيروت هي لم تكن بمحض الصدفه، ما حصل ليس مجرد صدفه. وجود الشحنه بحد ذاتها ودخولها الى بيروت قبل 6 سنوات بالتاكيد جاء لهدف ما، سواء صدقت معلومات دير شبيغل ام لم تصدق. سيد عبد الرحمن، التحقيق الالماني يؤكد ان السفينه روسوس المحمله بنترات الامونيوم توقفت في بيروت بشكل مفاجئ، هل يوحي ذلك ربما بتعمد توقيف الشحنة في بيروت تمهيدا لعمل كان يخطط له حزب الله، إكمالا على ما ختمت به إجابتك في السؤال الماضي؟ يعني هو دخول الحجة التي موجودة في التحقيقات وفي شهادة قبطان السفينة أنهم تم تحويلهم إلى بيروت من أجل تحميل حمولة إضافية، لكن هناك تفاصيل قانونية، أنا لست خبير قانوني، لكن هو في الأساس تم الادعاء على هذه السفينه من قبل شركه مكتب محاماه لبناني قبل ان تصل حتى الى بيروت، وكانهم كانوا على علم بوصولها. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه اعتقد ان هذا النوع من نترات الامونيوم بهذه الكثافه هو اصلا بحسب القانون اللبناني وبحسب حتى القرار 1901 الصادر عن مجلس الامن يمنع دخوله الى لبنان بدون موافقه من الحكومه اللبنانيه، وبالتالي الطريقه التي دخل بها هي نفسها مخالفه للقانون. واضح جدا ان وكان هذه الشحنه اريد لها ان تدخل الى لبنان، اريد لها ان تكون في لبنان، ولكن هذا لا يظهر طبعا في التحقيقات اللبنانيه، لان المسار الذي ذهبت اليه التحقيقات ان الموضوع كان نوع من التقصير ومخالفه لاجراءات قانونيه. وبالتالي نحن ربما امام روايتين، روايه رسميه لبنانيه تقول الموضوع جاء عن تقصير، ورواية إعلامية عالمية حتى اللحظة تقول أن الموضوع كان وراءه مشاريع لأحزاب وجهات لبنانية وخارجية. عند الحديث عن البنك التابع لحزب الله الذي أقرض مالك سفينة 4 مليون دولار بحسب تحقيق دير شبيغل، يذكر التحقيق كذلك أن البنك يضغط على المقترضين لتقديم خدمات لصالح ميليشيا حزب الله. السؤال هنا، إلى أي حد وصل الفساد في الشبكات المالية المرتبطة بالحزب بحسب ما يتوفر لديكم من معلومات؟ حزب الله يمتلك شبكة تبييض أموال كبيرة، هو جزء من شبكات عالمية في هذا المجال، وكما تعرفون يعني الولايات المتحدة يعني أصدرت لوائح عقوبات في السنوات الماضية، الهدف منها هو محاصرة هذه الشبكات وتقليل المداخيل المالية لحزب الله. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الامتداد الاقتصادي لحزب الله هو يفوق لبنان عمليا، يعني اليوم حزب الله هو يمتلك شركات ويمتلك شبكات أموال شرعية ربما أو غير شرعية حتى في أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا وفي حتى بعض الدول الأوروبية،
وبالتالي هو يستعمل هذه الأمور في إطار التمويل الذاتي، وخاصة أنه في ظروف العقوبات على إيران. وبالتالي ممكن أن نقول أن فتح هذا الملف عليه ربما هو مقدمة لمزيد من العقوبات تطال متعاونين اقتصاديين مع حزب الله من أجل تجفيف مصادر تمويله من قبل الولايات المتحدة طبعا. الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، شكرا جزيلا لك.